السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم احبابي في فيديو جديد وحلقة جديدة على القناة. فيديو اليوم راح نقوم بمراجعة جديدة لميكروفون جديد من شركة سيرامونيك، اللي هو ميكروفون مايكرو لاف مايكرو اس، لا موديل لاف مايكرو اس. الميكروفون هذا معروف من ناحية الناس تاع المونتاج وتاع اللي يستعملوا الفيديوهات ويخدموا باليوتيوب ويخدموا ايضا بال كيما نقولوا باللي يديروا مقابلات والوثائقيين ويستعملوا هذا الميكروفون مول، ماشي هذا الميكروفون بالذات ولكن النوعيه تاع هذا الميكروفون اللي هي تاع جرافات ميكروفون اللي يستقبل الصوت تاع الشخص اللي لابسه فقط، ما يستقبلش الاصوات الخارجيه وما يستقبل حتى اصوات. بو راح نشوفوا الفيديو تاعنا ونشوفوا تفاصيل اكثر ونديروا الانبوكسينغ واش يجي معاه واش ما يجيش معاه وهل يستحق الشراء ام لا. تابعوني بعد الفاصل نريكم التفاصيل أكثر. نبدأ على بركة الله إخواني، نحوسونا نشوفوا هذه العلبة تاع الميكروفون اللي قلنا لكم عليه اللي هو لاف مايكرو اس، اللي هو الميكروفون جرافات ميكروفون اللي من شركة سيرامونيك. نفتحوا العلبة، بون العلبة تاعو تبدو فخمة فعلا، ووضعية تاع العلبة تاعو أيضا سليمة نوعا ما لا بأس بها. نفتحوها هكا، اوكي. شوفوا هنا الميكروفون محطوط في بطريقة يعني كلاسيكية رائعة جدا وأيضا جيد لباس به. بالنسبة للخامات اللي محطوطة فيها خامات رائعة، السلك هذا الطول تاعه حوالي 5 متر. وبالنسبة للسلك هنا نحكيه على السلك، السلك يبان باللي بلاستيك عين ولكن كي تشدو تابيدك تحس باللي سلك بلاستيك بروميوم وأيضا متين جدا. وش قال حاجة أخرى، هذه بالنسبة للزر تاع اللي بين بدل ما بين سويتش ما بين الآخر فما بين الهاتف والكاميرا دي اس ال ار. بالنسبة لهذه أربطة، أربطة خاصة بال يربط السلك حينما يكون طويل بزاف لأنه 5 متر، قدر ما تحتاج 5 متر كامل تربط به السلك هذا تاعك باش ما يتعطلش كامل، يبقى مشدود عادي. زوج أربطة هذو عاديين كما رانا نشوف. صح هنا صاشية أخرى فيها أيضا واش يكون فيها، فيها هذا الأدابتر محول اللي يمكن انك تستعمله في كارت سون يعني استديو كامل للصوت، تستعمل فيه هذه وتركب معاه 3.5 ملي متر، هذا اللي يجي معاه اكزاكتلي. لون تاعو ذهبي يجذب قليلا، ايضا معاه مفك براغي. بون الهدف منه ما نعرف ولكن تبان لي كاين فيه حاجة انك تستعملها بهذا المفك تاع البراغي اللي رانا نشوفو فيه هنا. ايضا هنا عندنا نمامو، عندنا الحامل ولا المساك كيما نقولو حنا باللغة تاعنا، المساك اللي يمسك الميكروفون. بون من ميتاليك وجاي معاه فيس، هذا هو الفيس اللي بنبدلوه يعني الى فزدت لك هذاك العفسة تبدلها ولا الى ضاع لك فيس. هاهو مساك من ميتاليك يعني ماشي بلاستيك، ميتال حديد، من الحديد يمسك جيدا كيما رانا نشوف. بو هذا واش كاين في العلبة نمامو، نروح من بعدها للتفاصيل اكثر.
عدنا اليكم احبابي في اللعبه بعد ما درنا البوكسين كامل وشفنا واش لازم يجي فيه واش ما يجيش فيه. بون بالنسبه لينا هذا هو الميكروفون. بو التصميم تاعو عادي جدا كاي ميكروفون غرافات. بو الطول تاع السلك تاعو اللي جاي معاه حوالي 5 متر. علاش داروا 5 متر؟ لانه عارفين الناس ممكن تحرك بزاف يركب في المايك يركب في الكاميرا تاعك ولا في الهاتف كلاهما سواء، بس اصلا كي تبعد عليه ما يديلكش مشكل تاع الكابل ولا الكيبل تاع. بالنسبه لي انا اشوف في هذا الحاجه اللي يسمى المربع هذا اللي فيه الرمز تاع سيرامونيك وايضا فيه زر هنايا واش يكون في هذا الزر اللي تبدل به من ما بين دي اس ال ار كاميرا والمي والهاتف. ايضا يمكن نستعمله ايضا في الهاتف عادي جدا. بالنسبه لهذا الميكروفون يجي بمدخل 3.5 مليمتر، وايضا ياتي مع ادابتر اللي باش تستعملو في اللي فيه كارتون ولا اجهزه كبيره كيما اجهزه تسجيل الصوت تركب فيه هذا ويتركب معاه هذا في كارتون. بو راح يعطيك الاداء هذا كيما نقول الميكروفون هذا الاداء على حسب الساوند كارت اللي عندك نورمالمون. بو بالنسبه لي انا واش غنقول واش دايرين في الاخر، يعزل هذا الخاصيه اللي فيه حاجه مليحه ولو يعزل الضوضاء بنسبه 72 دي بي اي. بالنسبه للسنسيبيتي والحساسيه ما بين ناقص 32 دي بي اي الى 32 دي بي اي. بالنسبه للفريكونس رينج من السيكوند هرتز حتى 18 كيلو هرتز، يعني فريكونس كبير جدا. الوزن تاعو مش كبير بزاف، الوزن تاعو حوالي 58 ميلي غرام. راح نتستي لكم هذا الميكروفون وتشوفوه واعطوني نتوما رايكم بعد ما تسمعوا، الخاطر دوكا راني نسجل بالشوتغان مايك وراح نقلب لكم التسجيل الان بهذا الميكروفون ونشوفوا هل صحيح يعزل الضوضاء بنسبه 72% ام لا. تابعوا الان. الان قلبنا الميكروفون نورمالمون، انا درنا في الدي اس ال ار، هذه هي نورمالمون قلبناه ودرنا في الدي اس ال ار كاميرا كيما رانا نشوفوا هنا هاهي. قلبنا الاخو. بون رانا دوكا نسجلوا بهذا الميكروفون. بون عطوني نتوما رايكم في الاداء تاع هذا الميكروفون. بالنسبه لي انا كاين حوايج ما عجبتنيش فيه. بون الاداء تاعو عجبني بزاف، يعزل الضوضاء بنسبه كبيره ويعطيك عزل جيد جدا، ولكن كاين شيء ما اشياء يعني عمرها ما تجي كامله، اللي هي انه الميكروفون هذا في البيس ناقص شويه، يعني مقارنه بالشوتغان مايك او الديسكتوب مايك تحس باللي البيس ناقص. البيس هذا يعطيك شغل صوت غليظ شويه، يعطيك صوت نقي بدرجه اكبر، وهذا شويه يعطيك فيه شويه رقيق الصوت. ثاني شيء اللي ما عجبنيش فيه ايضا كيما نقولوا الدي بي اي رينج، يعني هو يعزل الضوضاء ولكن لازم تعيط ولا ترفع صوتك باش يخرج الصوت مليح وصافي، لانه عمره ما يجيك الاخر. بو بالنسبه لهذه المشكله ماشي مشكل، لانك تقدر دير تعديلات على الفيديو تاعك ولا على الشيء اللي سجلته به باش يخرج لك الصوت النقي و بيس عالي جدا. هنايا دوكا نهضروا بالنسبه للبيس. بون هنا البيس راح يختلف من كارت ساوند كارت الى ساوند كارت، يعني تقدر تسجلوا في الحاسوب تاعك راح يجيك بيس حاجه، وفي الهاتف تاعك يجيك البيس حاجه اخرى ناقص شوي ولا زايد شوي، ايضا في الكاميرا تاعك اللي هي دي اس ال ار او كاميرا الكونكورد الكبيره هذيك، مهم اي كاميرا او الاجهزه الاخرى راح يجيك اختلاف، يعني في كل جهاز راح يعطيك صوت مختلف وهذا يكمل في البيس ما يكمل في حتى حاجه. يعني بالنسبه للعزل الضوضاء راح يشتغل في كامل الاجهزه بدون اي اختلاف، يعزل لك الضوضاء بنسبه كبيره فعلا. الان رانا نسجلوا به وكما راكم تسمعوا هنايا راني مشعل المكيف وماني داير حتى تعديلات، يعني مانيش حاب ندير حتى تعديل باش كنتوما تسمعوا الصوت هذا وتعطوني رايكم بالذات هل يستحق الشراء. بو السعر تاعو غالي شويه حوالي 50 دولار، بو راهم دايرين تخفيض ذكر 44 دولار اللي يقدر يجيبو. انا اشتريته من موقع الاكسبريس من ستور الخاص بالسيرامونيك، المؤسسه تاع السيرامونيك اللي تنتج. بو كاين ثلاث مؤسسات معروفين لانتاج الميكروفونات وهما ثلاثه باينين معروفين اللي يتنافسوا ما بين بعضهم، سانهايزر رود
وايضا السيرامونيك، هادو ثلاثه معروفين. بالنسبه للمراجعات اللي شفتهم انا كامل في الاخر، اغلبيتهم يقولوا بان السيرامونيك اضعف من من سانهايزر والرود. الرود معروف والسانهايزر معروف اكثر، والسيرامونيك كانه شركه جديده، لهذا الناس مش متاكده من 100% من الصوت اللي راح تعطيه لك. نورمالمو هذا هو الفيديو تاعنا. اذا عجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.